السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير ورمضان مبارك على الجميع. 30 معلومة ب30 فزورة خلال هذا الشهر الكريم، مع معلومة فزورة. اللي هيحل 30 فزورة ممكن يكون أو من الثلاثة اللي سيتم اختيارهم إن شاء الله ويكونوا من فريق الدعم للقناة ويساعدوا الناس في الكومنتس، وإن شاء الله بإذن الله هياخدوا جوائز مقدمة من القناة. لما نزلت صورتي قبل وبعد اللي أنتم شايفينها دي كانت بالبدلة كده، واحد قاعد مالي مركزه والتاني قاعد مش مالي مركزه خالص. طبعا شايفين الفرق الكبير ده. البوست ده انا نزلته كنت كاتب فيه ان النفسية اثرت عليا. النفسية في المكان اللي انا كنت بشتغل فيه الاول كان ليها عامل كبير جدا في زيادة وزني. الناس اللي انا يعني قعدت معاهم والناس اللي انا قابلتهم، بعض الناس يعني اللي انا قابلتهم كان ليهم تأثير سيء على حياتي، وبالتالي تحولت حياتي من الشخص ده للشخص ده. لما نزلت البوست ده لقيت ان في ناس كتير قوي متجاوبة مع الموضوع، ولقيت ناس كتير قوي بتقول اه والله ده النفسية اثرت علينا، لا ده النفسية اثرت من الشغل، لا النفسية اثرت من البيت، لا النفسية اثرت من بعض الاقارب، لا من مش عارف من 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 اهلي وهكذا. لقيت الناس فعلا ناس كتير قوي تأثرت بالموضوع، ولقيت ان الموضوع يعني الناس متجاوبة معاه بشكل كبير. كان ملخص الحكاية اللي انا بقولك فيها ان لازم تحب نفسك، لازم يجي وقت عليك وان انت تحب نفسك، ان انت تسيبك بقى من الناس دي كلها وتسيبك من كل حاجة وتبتدي تحب نفسك. انا واحد من الناس ابتديت ان انا امهد لنفسي التغيير، ان انا استغنى عن المكان اللي انا شغال فيه ده، ان انا اخدت القرار السريع اللي هو انا لو حصل لي حاجة الناس دي هتدور على غيري، مش هتسأل فيا. وبالتالي ابتديت اشتري نفسي، ابتديت اخد بعضي واتوكل على الله واسيب لهم الدنيا كده واقول لهم بصوا انا مش عايز منكم حاجه خلاص، انا عايز نفسي، عايز اغير من نفسي. وفعلا هو ده اللي حصل معايا بعد كده، ان ده كان بدايه مرحله التغيير، ان انا قضيت على العامل النفسي اللي كان مأثر عليا في حياتي. لقيت ناس بتقول طب انا مش هقدر اسيب شغلي، طب انا مش هقدر ان انا اسيب مثلا الظروف اللي حواليا، اصل هي ظروف مع ناس قريبين ليا قوي وهكذا. قلت لهم حبوا نفسكم، كلمة السر تحب نفسك. لو حبيت نفسك صدقني هتلاقي نفسك انت مركز مع نفسك. يمكن يحضرني موقف كده لما كان ابني تعب وهو صغير كده قوي، ولقيته يعني قعدت معاه في المستشفى 3 ايام، فغبت عن الشغل وكلمتهم قلت لهم معلش ابني تعبان وهكذا، ولقيت تليفون جاي لي من واحد من الشغل، يعني الراجل اللي انا شغال معاه، ولقيته بيكلمني على اساس يعني انا فكرته بيطمن على ابني يعني وبيطمن عليا انت يعني عامل ايه دلوقتي والكلام ده. لقيته بيسالني على الشغل، فجاوبته يعني على الحاجه اللي هو عايزها وبتاع. فقلت له معلش اصل انا ابني تعبان، طب هتيجي امتى يعني؟ هو ده الوضع، هو ده الوضع. محدش هيدور عليك، محدش هيقول لك انت يعني انت تعبان، طب انا هساعدك عشان خاطر تبقى قوي، علشان خاطر تكمل معانا، علشان خاطر نفسك وهكذا. محدش هيستناك، هتتعب وتموت هيدور على غيرك، ما عندوش وقت. علشان كده بقولك ابعد عن اي حاجة بتؤثر عليك بشكل نفسي، وحب نفسك لو انت في وسط الحاجة اللي انت مش قادر تستغنى، يعني في حاجة انت العامل النفسي مأثر عليك بشكل كبير مع ناس قريبين ليك قوي، ابتدي ركز مع نفسك وابتدي حب نفسك بزيادة. الحب بتاع النفس ده مش حاجة عيب على فكرة، ان انا احب نفسي واخاف على نفسي دي مش حاجة عيب خالص. النهاردة فزورتنا هي مش فزورة، ولكن هو طلب من كل واحد يكتب كلمات مشجعة لدعم النفس ولدعم الناس، واكتر واحد هياخد لايكس او اكتر تلاتة هياخدوا لايكس هم دول اللي ان شاء الله باذن الله هيكونوا فايزين في الحلقة دي ان شاء الله باذن الله. اسعد الله اوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.